كل واحد على شغله. يلا يلا. شو بدك؟ جاي مشان ساعدك تهرب وتعيش حياة جديدة. وأكيد بدك شي بدل هالمساعدة. بقول لك لما يجي وقته. لا 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 لا، رح تقلي شو الشي اللي بدك اياه هلا وفورا. هلا انت كل شي لازم تعمله انه تقرر اذا بدك تهرب من السجن او ما بدك. شو يعني انت جاي لهون بخدعة جديدة؟ هي مو خدعة. طيب شو بدك يعني اعمل؟ اوكي، بعد يومين ادارة السجن رح تسلمك طلبية الاغراض اللي طالبون للمطبخ. شفتوا شي؟ انا لازم اشتغل مع هاد الحارس بسرعة وبأي طريقة. بس اللي شو ساعدني رجاء. ماشي. وهلا شو؟ هلا بنقعد ونستنى ليوم السبت. وشو رح يصير يوم السبت؟ رح يجي المحامي تبعي ويزورني. في سؤال غيره؟ في سؤال واحد فيني اسألك اياه؟ ما فيك. مو جاوبتك؟ تصبح على خير. تاخذ الاكل تبعي؟ يعني ما بدك تاكل؟ بكره السبت. يلا هاتوا. اوه مشان الله مشان الله ناديلهم. تعالوا تعالوا، زلمي عم بيموت، حدا يساعده. جاري مريض كتير وعم بيموت. تعال هون جارك.
مرحبا. أهلين. ما أكون عم ضايقك بجيتي؟ لا لا أبدا. شو هي إلي؟ إيه. طيب تفضل. شكرا. مين هاد؟ هذا أخي رميش. هي صورة أخوك؟